بسم الله الرحمن الرحيم. الآن سندرس الحالة الرابعة وهي مسار الجسيم بتأثير حركتين توافقيتين متعامدتين متساويتين بالتردد وبينهما فرق طور ثيتا تساوي 3 باي على 4. هذه الزاوية تقع في الربع الثاني. المعادلة هاي المعادلة اللي عندنا اللي وصلنا لها x تربيع على a تربيع زائد y تربيع على b تربيع ناقص 2xy على ab كوساين ثيتا تساوي ساين تربيع ثيتا. الآن مثل ما قلنا انه ثيتا تساوي 3 باي على 4، راح نعوض مكان ثيتا 3 باي على 4. هنا المعادلة الآن عوضنا مكان ثيتا 3 باي على 4 ومكان ثيتا هنا 3 باي على 4. طيب but we have ولكن لدينا انه ساين 3 باي على 4 تساوي انه 1 على جذر 2 وكوساين 3 باي على 4 تساوي ناقص 1 على جذر 2. نضع مكان الكوساين في هذه المعادلة، نضع هنا مكان كوساين ناقص 1 على جذر 2 وهنا مكان الساين 1 على جذر 2. تصبح عندنا المعادلة كالتالي x تربيع على a تربيع زائدا جذر 2 في جذر 2 xy على ab مضروبة في 1 على جذر 2 زائدا y تربيع على b تربيع. هذه المعادلة هي نفس هذه المعادلة ولكن قمنا بترتيب الحدود مرة ثانية، حيث هذا الحد الثاني اللي هو y تربيع على b تربيع أصبح هنا الحد الثالث اللي هو y تربيع على b تربيع، وهنا عندنا إشارة سالب مع إشارة سالب هذه أصبحت الآن هنا إشارة موجب في هذه المعادلة. طيب تساوي نصف نصف أتت من 1 على جذر 2 تربيع أصبحت 1 على 2. بتبسيط هذه المعادلة أصبحت عندنا هنا x تربيع على a تربيع زائدا جذر 2 xy على ab زائدا y تربيع على b تربيع. الآن هذه جذر 2 أتت من أين؟ لنختصر أن هذا جذر 2 مع هذا جذر 2 بقى عندنا فقط هذا جذر 2 اللي هو نزلناه هنا والحد الثالث نزل كما هو وهذا النصف. طيب الآن هذه المعادلة رسمها يكون كالتالي، يكون شكل المسار قطع ناقص مائل ويكون اتجاه حركة الجسيم باتجاه معاكس اتجاه حركة عقارب الساعة وكما هو موضح بالشكل المجاور. نلاحظ هذا الشكل أنه هنا عندنا قطع مائل يمر بالربع الثاني وبالربع الرابع والإزاحة العمودية هي عبارة عن 2B والإزاحة الأفقية هي عبارة عن 2A وعندنا هنا ثيتا تساوي 3 باي على 4. هنا نروح الخامسة، مسار الجسيم بتأثير حركتين توافقيتين متعامدتين متساويتين بالتردد وبينهما فرق طور ثيتا تساوي باي. المعادلة القياسية لدينا في كل حالة اللي هي x تربيع على a تربيع زائد y تربيع على b تربيع ناقص 2xy على ab كوساين ثيتا يساوي ساين تربيع ثيتا وثيتا هنا تساوي باي. نضع مكان ثيتا هذه ومكان ثيتا هذه باي، تصبح عندنا هذه المعادلة هنا وضعنا باي وهنا وضعنا باي. كوساين الباي هو ناقص واحد، هذه المعادلة هو عبارة عن ناقص واحد وساين باي هو صفر. تصبح عندنا المعادلة كالتالي x تربيع على a تربيع زائدا 2xy على ab زائدا y تربيع على b تربيع تساوي صفر. لو نلاحظ هذه المعادلة، هذه المعادلة هي عبارة عن تحليل مربع كامل. نرجع إلى أصل في هذه المعادلة، تصبح عندنا x على a زائد y على b الكل تربيع تساوي صفر. يلد يعني ننتج عنها انه x على a زائد y على b تساوي صفر. هذه المعادلة من المعادلة الأخيرة
نستنتج أن معادلة المسار للجسيم المتحرك تحت تأثير حركتين توافقيتين لهما نفس التردد وبينهما فرق طور ثيتا تساوي باي هي معادلة خط مستقيم ميله سالب. نلاحظ هذا الميل، هذا الميل هو ناقص بي على اي، هذا يمثل ميل المعادلة. نلاحظ انه هو سالب سالب وهو موضح بالشكل المجاور. لاحظ هذا الرسم، هذا محور اكس وهذا محور واي. الإزاحة العمودية هي عبارة عن 2B اللي هي تمثل هذه، والإزاحة الأفقية هي 2A اللي هي على X اللي هي هذه الـA، وهنا ثيتا تساوي لنا Y. شكراً.